السلام عليكم، رجعنا لكم انا والجماعه بتحدي مش الزوز بس. بقى الجماعه دلوقتي بيتحدوني ان انا هيقولوا لي كل واحد هيقول لي كلمه فرنش، والمفروض يعني التحدي بقى المفروض ان انا انطق الكلمه دي صح، تمام كده. فانا دلوقتي الجماعه قدامي اربعه، اتنين اربعه، حماتي حمايه، مراتي اختها، فربنا يستر ونشوف مين اللي هيكسب. ولو انا كسبت ان شاء الله ان شاء الله، ادعوا معايا بس، هحكم على الزوز، بلاش الجماعه بقى، لا هحكم على الزوز، تمام كده. ولو انا خسرت هو هيحكم عليا زي التحديات اللي فاتت. فتعالوا نشوفوا ايه اول كلمه هتكون في التحدي، يلا بينا. يا ايه يا زوز، في ايه ده؟ مالك يا زوز؟ بشوق راحتي. ما انت لسه ما متدوش يا زوز. خرجك من الحمام. خلصانه يا صاحبي، خلصانه. لا خرجت من الحمام، خرجت تحمي ما غير عويناتك وصافي. غير عويناتك، زعما ما تشوف عويناتك بجد يعني، والله زعما فهمتيني كده يعني. ماشي، ما عمرش شفت التحمي اللي تحممت انا. تحمي مغربيه ما شافوهاش عينك. لا قولوا هو قلت لها تعال. ليه يا عم وانا انت جايبني من خرابه؟ لا انا مستحمى قبليك على فكره. انا مسخلك الحمام على فكره، انا اللي مسخلك الحمام فعلا. لا بقى مش هينفع. نبتدي دلوقتي، انت هتبتدي ولا اختك ولا انت يا زوز؟ اختاروا كل واحد ليه كلمه. نبدا على اليمين. نبدا على اليمين، نبدا للميمه. يلا يا ميمه، شنو بغيتي نقول لك؟ ده قولي لي كلمه بالفرنش. هشوفك بتنطقيها ازاي وهنطقها زيك. لي ليجوم. بس كلمات تكون سهله. لي ليجوم. يلا يلا، الى عرفتيها نقول لك باس. لي لي ليجوم. لي ليجوم. ليجوم. مارس ودي يما. كاينين في لونجلي؟ لا ماشي بحالها؟ لا مش بحالها. عادي انت ممكن تتكلمي، انت كده كده هتتكلمي، مش بحالها بال. طب قوليها تاني كده. لي ليجوم. لي ليجوم. اون مونج دي ليجوم. اون مونج دي ليجوم. اون مونج. يا نهار اسود على اللغه يا جدعان، انا هيجي لي. طب انا قلتها اون مونج. يا مونج. مش عارف. لا ما اعرفش. اما كنحب كنقولوا بحر مونج. انا جون مونج. جون ماشي بحر مونج. مونش راه جاك لونغ روتي. جاي من جوا مثلا؟ طيب. اي اي. جاي من جوا؟ اه. جو مونش. مامي. مامي؟ انا جعان يعني. لا ناكل. اكل يا ولد. انا نعطيك واحد المعيار. كنديروها الطريق الى المعيلة. هذه هي العملية اللي كنديرو باش كيوصل داك الشيء للمعيلة. العملية الأولى. ايوه ده كده انت شرحت خلاص. ما ايوه انا جاوبت، انت قوليها اخر مره عشان انطقها زي زمون. لا انت قلتي في الاول كلمه واحده. ممكن كده انت كلها ليجيوم. ليجيوم زمون. ليجيوم ليجيوم شنو هو؟ نوع من ايه ده؟ نوع من انواع الخضره ممكن؟ لا نوع من انواع الاكل. ايوه ما الاكل او الخضره. ماشي. عاد باش تسهل، كاين اللي ليجوم وكاين اللي فخو. تمام، دي فواكه وخضره. لا 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 لا. لي فخوي هما بحال الانجليش فروتس. ماشي، ما انا قفشتها منه. في الانجليزيه لا، ده انا سمعتها عند بتاع الفاكهه اصلا. وقاعده بتقول لي الراجل بتاع الفاكهه، بس عديها خلاص. انا كده تمام. نخش ليك يا زوز، اعطيني مما اعطاك الله. لا مش هنحرر سينا، سينا حررناها من زمان. انا هقول جو ميكسكيز. ايه ده؟ جو ميكسكيز. معلش. جو ميكسكيز. طب ممكن. قريت الورك الزن هذه من غادي يديك ام. هستعين بصديق. ماشي، مش بعيد. ممكن نخلي بنتك الصغيرة هي لا هي اللي تنطقها. انطقيها بدل الزوز. جو ميكسكيز. لا علي علي. Je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse. Excuse. Je m'excuse. Excuse. Excuse-moi. Ah, yeah, dit. Dit, dit كلمه في مع دي يعني. ايه ده زي كده يعني؟ زي يعني الكلمه اللي الزوز قالها دي معناها ايه؟ Je m'excuse. زعما اتاسف.
اسف. طب ما نقول I am sorry. I am sorry. I am sorry. I am sorry. في فيديو كده انتشر على السوشيال ميديا. اوكي فروغلي. اكسكيوز مي. اكسكيوز مي. اكسكيوز مي بالانجلش. دي اللي انا اعرفها اكسكيوز مي. بابا راه تبقى صحيحه على شي عوامل عنده منعته ما مش عارف. ما بتحبش تكمل عرض وعايز نكسب ازاي؟ عنده شي شراج ما. لا لا بقيتي تفتح شي. افتح شي ان شاء الله. خلاص التحدي وبعد كده اقفل تاني. مع الريح كربوني. طب انا قلتها صح؟ قول لي كده اخر مره ايه؟ يو ميكسكيوز. اصحاب كان بربريز مهرس عندي وغادي يقول اه كنخرج وخمان. طب قولي طيب الكلمه دي. وانت وليا؟ ده انا اللي غبي بقى مش عارف انت. جوبيك اسكوز؟ مش عارف. سوزوكي ماما. سوزوكي. خلاص كده نعدي بقى زوز انا قلتها برضه. انا الحبيبه ديالي الكبيره ديالي غنسهل عليك. قول لي لوكات مي يا الحبيبه ولوكات مي. لوكات مي. الحبيب ديالي الكبيره غنسهل. قولي كلمه. جوتام. جوتام؟ جو سوي مالاد. معلش ايام مالاد بدل ما بهدلكم كلكم. ما بعرفش لا جوتيم انا بحبك صح؟ لا بصي انا في الفرنش ما عنديش ياما ارحمني صح كاينه ولا مش كاينه؟ كاينه. جو سوي فو. جو سوي فو؟ عاود قولها كامل. جو سوي فو. جو سوي فو. نقصها صحيحة. برافو. تمام. معناها بقى جو سوي انا. انا حاجة بقى. اتفو يعني ايه بقى. زعما انا نصر حالك انا. جو سوي. هي حاجة جاية تعرف تحس ان هي مش مظبوطة. جو سوي فو. صح? جو سوي فو. جو سوي فو. ما عنديش ياما ارحميني. كملي. طب حاجه انا بعملها حاجه انا بعملها كل يوم بالله بالله انا نقولها لك وحده من المسلمين ما تقولهاش بالعربي راه قلت لك انت مقطع بوراقي وسرحانه دابا كده يبقى انا احمر انا لله وانا اليه اصل انا عارف مقطع ورايا دي يبقى انا احمر دابا انت مين بنتي كده اروح اسلم نفسي راك مشرب احنا في مصر في مصر بنقول ماشي بشهادة معاملة أطفال، ما حدش ليه حكم عليا. لا زعما اختار لك الفريخ. والله جو سوي فو. أي أم كريزي. أي أم كريزي. طب الحمد لله كده في طب ناخد دورة كمان. قولي لي كده يا ميمة أوي. أنا نحب عليك أنا ما بتكبش عليك. أنا بقول جو سوي جونتي. جو سوي جونتي. جو سوي جونتي. جونتي. اه نطقتيها زوينة الحمد لله اه جنتي يعني اسمه ايه ده عارفها انا توري جنتي اسمها ايه كنت بتقول بسمعها توري جنتي مش عارف كده توري جنتي لا توري كله لا توري جنتي انا كنت فاكرها بالعربي يا جدعان فاكرها عارفها انا معروفه اصلا هي معروفه حيت قولي لك تجيب قطع مراقق دابا يعني حاجه جامد جمال ظريف ظريف هي دي ايه بابا كتغشو لطيف لطيف ظريف جميل بابا كيغشو لطيف ظريف بقولو ظريف انا عطيتك كلمات زوينه بس انا نطقتها صح لا اقترحتيها زوينه جو سوي جونتي قول لي يا زوزي كلمه مش لازم تجيب لي كلمه من قدماء المصريين يعني كلمه بتدور حوالينا اكيد انا لقطتها في تاكسي في كده قول شنطي انت بتشتمني لا ده كلمه صافي شنطي 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 ماشي شنطي شنطي ولا ماشي شنطي 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 ده مكان امرك كنقول لك شنطي اذا كان ايه ده فهمك شنطي ديال البني ولا كنطلعوا فيها شنطي هادي راه ملي كتطلع للسطح شنطي شنطي شوف ملي كتطلع للسطح كتلق داك العرعور الواحد يعني فينا واحد حليب فينا هي مكلتهم فينا مغني طيح لا شنطي يا كيغني تغني مي يغني يغني هادي خاصة كنقول لك غني غني خاصة فيها وحدة خاصة فيها غشو
ينفع كده؟ خسرت خسرت. لا 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 انا كده خسرت. انا الجاي غنخلي بابا ما هنسيب الناس تقول انا في امل وان انا كسبت ولا لا. بابا بس بابا يقول الكلمه بتاعتك. تخست 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 انت اظبطي كنديرها انا ديما. ايه هي دي؟ ايه دي اسمها؟ قالت ايه اصلا؟ تخست تخست تخست. انا ديما كنديرها على سبا. جو سوي تخست. كاينه واحد الشيء اللي كتسمع انت تدي قولي قولي كذا. قولي الكلمه تريست. قوليها في جمله. جو سوي تريست. اه كنديرها ديما. انت انت على طول يا اما زهقانه يا اما تعبانه. لا بزاف ماشي ماشي التعب ماشي الزهق. شي حاجه اكثر من داك الشيء. حاجه شي حاجه اكثر شي حاجه زعما ما بص اختك على طول يا اما زهقانه يا اما تعبانه واخا كاين السعاده يا اما كئيبه. واخا كاين السعاده انا كئيبه. مش كئيبه هي كلمه اسمها معناها ايه؟ تريست هي حزين. حزين حزين. ما الحزن جاي من الكآبة. ولكن الحزن يعني هو الحزن ده ايه؟ بننزل بالطبله في الشارع وبنرقص. الحزن ده على طول حزين. انا على طول حزين يا بنتي فك وشك. لما قلت كئيبه زعلتي. هي دي معنى الكآبة. لا في اختلاف. طيب ماشي. طب خسرت الناس دلوقتي. الناس هيفتكروا ان احنا ان انا بتكلم بجد تمام. وانت ليه انا على طول بشوفك بتزعق في مراتك وان يا جدعان احنا بنهرج. انت ما تضحكوش احنا بنهرج. ادينا عدلت اهو في ام جوه الفيديو. احنا بنهرج عشان بلاقي ناس بتخش انت على طول لا 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 ويخشوا يقوموا شاتميني. ايه ده في ايه انتوا بجد؟ ما تبغوش على بنت بلادي. يعني هو بنت بلادهم؟ طب انا جيت لبنت بلادهم وجيت لبلادهم وعايش مع بلادهم. بلادهم ما لا تنتهوا ببلادهم. لما هم ما يبغوش يا باشا ده شرف ليا. اقسم بالله شرف ليا. شرف لينا احنا كمان. حتى احنا عندنا واحد احنا غنلقاو احسن منك. مستحيل يا اختي. حتى احنا بالنسبه للناس كاملين اللي دخل دابا لبيته ما يتقلق ما يحزن ولا عنده شي حاجه ما يدير ويتلب وينسى كل شيء. حبوا بعض حبوا بعض. قال لك انسى الهم ينساك. لو كتمي لو كتمي انا خد بوسه طياري. رضالي رضالي بابا. اعمل لي كده. هرضالي لان ما رضالي. لا حشومه. انا تمشي ندوزها في التعقيم. خلاص فاضل لك واحده يلا. اه. لا فيريتي. ايه ده؟ لا فيريتي. انت ممكن تعلي صوتك؟ لا. انا عارف ان انت انسانه حساسه. انا عارف. كيوتها في نفسها جدا جدا. مش لا لا ده وائل جمعه. انا متجوز وائل جمعه. عارفين وائل جمعه؟ وائل جمعه ده كان دفاع في النادي الاهلي بس اعتزل. سامي عبد الحفيظ. فيريتي. فيريتي. لا فيريتي. قلتها صح؟ قلتها صح. انت عندك نص النقطه. طيب مثلا قولها لي في جمله وسهليها بسيطه كده. نقول لك في الجمله بالفرنسي. ما اكيد مش هفهم. بحال كتطلب من شي واحد كتقول له دي موا لا فيريتي سيل تو بلي. الثاني دي موا لا فيريتي سيل تو بلي. لو انا هعمل ايه؟ انت قلتي ايه بالعربي؟ هاتي لي العربي الاول زعما قول. لا ولكن غادي نشرحها لك صافي غتفهمها. نشرحها لك. قول لي لا فيريتي. قول لي لا فيريتي. قول لي لا فيريتي. فوالا شي حاجه اكثر من هكا. قول لي قول قول لي قول لي قول لي قول لي قول لي يعني قول قول لي يلا شي حاجه اللي كتبغي تسمعها اللي كتبغي تسمع الحاجه اللي الناس كلهم كيبغيو يسمعوها. الكلام. الكلام ولكن كي داير هذا الكلام النوع ديال الكلام يا اما كذب يا اما حقيقه. هاي هاي فوالا فوالا فوالا. طب الكلمة دي بقى كذب ولا حقيقة؟ قولوا له الحقيقة. قولوا انت عايش في كوكب تاني رابع اصلا يا زوز. ماشي يا زوز قوليها تاني كده. لا فيريتي. لا فيريتي. لا فيريتي. هي كلمة حساسة فأكيد جاية من الحقيقة. حقيقة؟ طب صح. أصل كذب هتلاقيها فيها
مش هتتقال لا فير اسمها ايه؟ لا فيريتي. لو دي لا فيريتي دي لو كذب لا فيريتي بتلاقي في كذب كده في انت فاهم؟ ده بقول لي انا لا فيريتي. انا اقول لك لا فيريتي لا فيريتي. اقولها لي لا فيريتي. انا قلتها لك. اقولها لك؟ هي الحقيقة. قولي يلا. قولي شكلي مزوين. بس ما دخلتيش. كل ما الفيديو. الشرطة بتعدي معدية سامعين. هنستنوا. هو التحدي عدى بسرعة وما لحقتش أشبع منكم. أنتوا هنا في المغرب بتقولوا مسختش بيكم صح كده؟ هستنى ردودكم وتقولوا لي مين اللي كسب في الكومنتات، ويا رب يكون التحدي هو صغير بس يكون عجبكم. أشوفكم على خير. السلام عليكم.